لنا كله. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم سلط هذا الوباء على أعدائك أعدائنا اليهود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم كما فعلت بقوم فرعون وعاد وثمود. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم رد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم اشف مرضى هذا الوباء. اللهم اشف مرضى هذا الوباء. اللهم اشف مرضاهم ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتاهم وموتى المسلمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليك. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليك. اللهم ارحمنا إذا جعلونا تحت التراب. اللهم لقد غلقت المساجد 3 جمعات من تسليطك هذا الوباء علينا. اللهم يا رب إنك لا تكلف نفسا إلا وسعها، فلا تحملنا يا رب ما لا طاقة لنا به، فلا تحملنا يا رب ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واحفظنا مما نخاف ونحذر، فأنت خير حافظا، فأنت خير حافظا، وأنت أرحم الراحمين. تحصنا بذي العزة والجبروت والكبرياء والعظمة، اعتصمنا برب الملكوت الحي الذي لا يموت. الله أكبر، الله أكبر من كل ما نخاف ونحذر، يا مغيث الغائثين ويا مجيب السائلين. اللهم يا واسع العطاء، يا منزل الشفاء، يا رافع البلاء، يا رافع البلاء، ارفع عنا الوباء ونجنا من الفتن، ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا منزل الداء، أظهر لنا الدواء، واجعله في أيدينا سهلا ميسورا، واجعله في أيدينا سهلا ميسورا يا رب العالمين، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين، برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
اللهم سلط هذا الوباء على أعدائك أعدائنا اليهود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم كما فعلت بقوم فرعون وعاد وثمود، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم رد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله اللهم الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل يا رب الآخرة هي دارنا وقرارنا، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، ووجهك الأكرم أن تحفظنا بحفظك، وأن تكلأنا بكلئك، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يضام، واجعلنا في أمانك وضمانك، واجعلنا في أمانك وضمانك وإحسانك، اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء، اللهم اصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وعن بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين.